أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. بصلي من كل قلب أن هذه الحلقة تكون بركة لحياتك، يكون في بعد ومفهوم روحي عميق، تفهم واحد من الحقائق المسيحية والعقائد الإيمانية أو الأساسات الإيمانية في المسيحية اللي بترتكز عليها العقيدة المسيحية، ألا وهو فكرة التجسد. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة. هذه الحلقة طبعا مسجلة لكن تعرض في نفس الوقت في البث المباشر. خطوط الهواتف مفتوحة أمامك، إذا عندك أي سؤال أو أي مداخلة بكل سرور منحب نسمع منك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أعزائي المشاهدين، مرة تانية أنتم بتشاهدوا برنامج ليكن نور، وحديثنا في هذه الحلقة عن سر التجسد أو أسباب التجسد. يسرنا أن أستضيف إلى هذه الحلقة طبعا ضيف معروف، كان سابقا موجود معي في حلقات أخرى، دكتور سامح عزيز، هو خادم الإنجيل، خادم الكلمة، وإحنا منرحب فيك أجمل ترحيب وأهلا وسهلا أخ سامح. شكرا يا سيس نزار، شكرا. طبعا أنت بتتفق معي أنه موضوع التجسد هي واحدة من المواضيع المهمة جدا في المسيحية. خليني في البداية أسألك سؤال بعد الاقتباس. طبعا الكتاب بشارة يوحنا في الإنجيل المقدس مكتوب: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. نعم. بنفس الإصحاح، في الإصحاح الأول في آية 14 مكتوب: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق. ليه هذا الموضوع لعديد من المشاهدين غير مستساغ أو غير مرغوب فيه، أو كأنه إنه الله صعب إنه يتخذ جسد؟ شو هو مفهوم التجسد؟ مفهوم التجسد أنه الله الكائن الروحي الغير مرئي، لأن الله روح، أي هو كائن ذو طبيعة روحية ليس ذو طبيعة جسدية زينا، زي الملائكة كائنات روحية طبيعتها روحية وليست طبيعة مادية. فالغير مستساغ أنه الناس تشعر أنه إزاي الله هذا الكائن الروحي أصبح له جسدا. ففي فكر الناس أنه ده مش كويس، لأنه ناس كتير أو بيفكروا أن الجسد شر، أنه كون أن أصبح لي جسد معناها أن ده شر ونجاسة، وده طبعا تعليم شيطاني عشان ينظر إلى الجسد باعتباره شر ونجس. فمش متخيلين ازاي ان الله الكائن الروحي القدوس يصبح له جسدا نجسا ذو شر، فده بيخلي ناس كتير قوي بيرفضوا الفكره. تاني حاجه بيظنوا انه بالتجسد الله الغير محدود صار محدودا، بما اني شفته في هيئه انسانيه قدامي اهو، فهم متخيلين انه اصبح محدود زي الانسان، وده احنا مش بنقول الكلام ده. الذي شاهدناه لمسناه، يعني حطينا الايه قبل قليل. نعم نعم. فهم متخيلين ان بالتجسد رقم واحد زي ما قلنا ده نجاسه ولا يليق بالله القدوس، وده فهم خاطئ. رقم اثنين انه يظنوا بالتجسد ان صار الله محدودا وفقد الالوهيه،
فأصبح مجرد إنسان، مع أن الكتاب المقدس مش بيقول كل الكلام ده. اللي يعرف كلمة الله كويس جيدا واللي يفهم شخص المسيح كويس جدا فهم أن ده الله الإنسان. وطبعا يمكن الهدف من بشارة يوحنا لما بيتكلم أو بيكتب بوحي من الروح القدس بيتكلم عن بحارب بدعة، بدعة قديمة اللي هي كانت في بداية المسيحية. نعم. انتشرت اسمها بدعة الغنوصيين أو الغنوصية. نعم. وهي البدعة طبعا عدا أنه في كتير أفكار جزء من هذه البدعة التي تنادي أنه الجسد مادي، فإذا المادي شر وحاشا أنه المسيح يتخذ جسد في ملء الزمن. نعم نعم، فيوحنا كان بيكتب ضد الغنوصية بسبب زي ما حضرتك قلت ان الغنوصية بتنظر الى المادة شر وبتنظر الى الكائن الروحي ان هو اقدس من الكائن الجسدي، باعتبار الكائن الجسدي له جسد مادي وبالتالي نجس. ودي طبعا فكرة شيطانية بحتة. طيب انت معلم للاهوت، ولو حاولت انك تبسط الموضوع بكلمات بسيطة، إيه المفهوم، إيه التعريف، كيف نفهم فكرة التجسد؟ نقدر نقول إن الله الكائن الروحي ذو الطبيعة الروحية الغير مرئي الغير محسوس الغير ملموس اتخذ لنفسه جسدا محسوسا ملموسا مرئيا جسدا إنسانيا كاملا يعيش كل الإنسانية، وفي نفس الوقت ما زال هو الله. ما زال هو الله، عشان كده بنقول عن المسيح إنه الله شرطة الإنسان. الله الإنسان، أحد الأفاضل المقصود إنه الله إله كامل إنسان كامل. نعم نعم، فنقدر نقول المفهوم التجسد إن الله الكائن الروحي أصبح له جسدا. أقول بعض الاقتباسات الآيات الجميلة. فضل. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. أو في عبرانيين 10 الآية الشهيرة اللي المسيح فيها بيقول الآب هيأت لي جسدا، هيأت لي جسدا، فهو موجود قبل التجسد. اللي حصل أنه تجسد أي اتخذ لنفسه جسدا وما زال محتفظ بكل الألوهية. مع أنه هذا يعتبر كفر للأسف في مجتمعاتنا الشرقية لأعظم غرض اللي الله أجاء من أجله اللي هو التجسد. بيظنوا أنه كفر بسبب السببين اللي قلناهم. رقم واحد، متقوليش إزاي الله بقي جسد أصبح لي جسدا وبينظر إلى الجسد باعتباره نجاسة، دي مشكلة وده خطأ. تاني حاجة، بيتخيل أن بالتجسد أصبح الله محدودا، ودي فكرة خاطئة. طيب خلينا نفوت في الموضوع لأنه حطينا الحديث أسباب التجسد. نعم. فإذن ليه الله عاوز يأخذ جسد؟ نعم، رقم واحد، الله يصر أنه يعلن عن نفسه للإنسان. كلمة يعلن كلمة جميلة، كلمة جميلة. لو أنا هفترض إن في جيبي الألم ده كان في جيبي غير مرئي. يعني أعلن، يعني أطلع الشيء اللي في جيبي اللي هو أنا عارف في إيه في جيبي. تمام، بس حضرتك متعرفش، بس هو موجود. فأنا يعني أعلن، يعني أخلي المخفي يظهر. فده رقم واحد للتجسد. سبب التجسد ان الله يصر انه يعلن عن نفسه للانسان، لان الله يريد ان يصنع علاقه مع الانسان. الله بيحب الناس. لكن هو مش بيعلن نفسه في طرق تانية، من خلال الخليقه، من خلال الكتاب. نعم نعم، لا، عشان كده دي بنسميها وسائل اعلان الله عن ذاته. فالسماوات تحدث، يعني لما ننظر الى السماء وننظر الى النجوم والى الارض والزهور والطيور والحيوانات والبشر وكل هذه الخلائق، احنا بنتفرج على شخص مبدع. من المبدع وراء كل هذه الخليقه؟ الله. لكن هذا اعلان غير كافي. إعلان غير كافي. بعد كده بدأ الله يعلن على مدار التاريخ البشري تدريجيا عن نفسه، لأن الله ما يقدرش يعلن عن نفسه فجأة إعلان كامل. ليه؟ لأنه زي ما يكون بنور نور في عينين واحد طلع من ظلمة. لما يكون واحد في ظلمة تمام وطلعته إلى النور، ما أقدرش أحطه في نور شديد مرة واحدة. فالله عمل كده من بدء البشرية، بدأ يعلن عن ذاته في الخليقة، بعد كده راح زود
الإعلان عن نفسه من خلال العقل والضمير، بعد كده راح زود من خلال الأنبياء، بعد كده راح زود من خلال الناموس، بعد كده كان لابد أن الله يعلن عن نفسه إعلان كامل. فعشان الله يعلن عن نفسه إعلان كامل ما ينفعش مخلوق يعلن، ما يقدرش، فلابد أن يأتي الله بنفسه. فعش كده أحد أسباب التجسد أن الله يريد أن يعلن عن نفسه إعلان كامل للإنسان، والغرض أنه عايز الإنسان يعرفه، يعني عايز الإنسان يعرفه. الآية دي في يوحنا 1 وعدد 18، حضرتك قريت آيات جميلة من إنجيل يوحنا أصحاح 1: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، أقنوميته، وكان الكلمة الله ألوهيته. بعد كده في عدد 14: الكلمة صار جسدا، التجسد. لكن في عدد 18 يقول لي إيه الهدف، يقول لي الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، هو أعلن. عشان كده المسيح ملقب بهذا اللقب الجميل، الكلمة، الكلمة، المعلن، المعلن، المعلن عن الله. فهو كلمة الله. يعني كلمة الله؟ المعلن عن الله، المعلن عن الذات الإلهية، المعلن عن الذات الإلهية، المعلن عن الأفكار الإلهية، المعلن عن المشاعر الإلهية، المعلن عن المقاصد الإلهية، المعلن عن كينونة الله، عن الجوهر الإلهي. لأنه بالإعلانات الأخرى ممكن يعني نفهم الخليقة أنه في وراءها عقل حكيم مدبر مفكر مهيمن، من خلال الأنبياء ممكن نفهم بعض صفات الله، لكن المسيح يمكن أخذنا أكثر لجوهر، لطبيعة الله ذاته. نعم، عشان كده حضرتك الآية الجميلة في عبرانيين 1: الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره. كيف تعرف اللطف الإلهي لو لم ترى المسيح؟ كيف تعرف الحنان؟ كيف تعرف القداسة؟ أنظر إلى الخليقة، أرى القدرة، أرى السلطان، أرى الذكاء والحكمة، لكن أفهم شوية عن محبة الله في الخليقة لما أشوف خلق لي كل أنواع الأزهار، كل أنواع الثمار، كل الأنواع دي، أقدر أشوف أنه بيحبني. لكن كيف أعرف حنانه ولطفه إن لم أتقابل معه شخصيا؟ وكيف أتقابل معه شخصيا وهو كائن روحي غير مرئي، وأنا كائن ساكن في جسد؟ لابد أن يأتي إلي. بنفس الإصحاح يعني أقتبس الآية وممكن أتعلق عليها: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. في ابنه، تمام. يعني في شخص الرب يسوع المسيح. نعم، لأن موسى أعلن عن الله جزئيا، وكل الأنبياء 46 نبي في العهد القديم أعلنوا عن الله جزئيا. لا يستطيع نبي أن يعلن عن الله كلية، لأن كل نبي مخلوق، وكل مخلوق محدود، فلا يستطيع أن يعلن إعلان كامل. لا يستطيع أن يعلن عن الله الإعلان الكامل إلا الله ذاته، الله الكلمة، الله المعلن. أنا دايما أحب أقول بمفهوم قريب إلى المشاهدين، الرب يسوع تكلم: إن أراد الإبن أن يعلن لك. نعم، في متى 11. في متى 11. فإعلان، يعني الفكرة إنه هاي الحقائق مش بس إنه بناخدها يعني كتابيا هي صح، نعم، مسلم، لكن برضو في إعلان. نعم، ندرك هذا الإعلان العظيم من خلال إدراكنا من هو الله. نعم، توضيح من هو الله في ذاته، في شخصيته، في صفاته، في طبيعته، في حياته. أنا دايما أقول بكلمة مبسطة للمشاهد أنه وزارة الإعلان الإلهية المسيح. طيب، بتهيألي أنه طالما أنه المسيح جاء حتى يعلن الله لنا، لكن في أكيد أسباب أكثر من الإعلان، مش بس أنه ندرك الله، في إشي أعمق يمكن عاوز يخدنا أو يوصلنا إليه المسيح. نعم، من ضمن الحاجات الجميلة اللي بيقولها الرسول يوحنا في الإنجيل وفي الرسالة الأولى، يقول: في البدء كان الكلمة، أزلية المسيح، نعم، والكلمة كان عند الله، أقنوميته، وكان الكلمة الله، ألوهيته. تمام، هذا اللي هو الكلمة كان في البدء عند الله. تمام، بعد كده يبتدي يتكلم عن هو الخالق، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. بعد كده يبتدي يتكلم عن حاجة تاني، إيه اللي فيه؟
إيه اللي به الخلق؟ طب إيه اللي فيه؟ فيه كانت الحياة. الرسول يوحنا في الرسالة الأولى يؤكد هذا الأمر، يؤكد عن أحد أهداف التجسد إظهار نوعية من الحياة لم يراها البشر سابقا قبل التجسد. فلو قرينا المقطع من رسالة يوحنا الأولى، الذي كان من البدء، بدء التجسد، نعم، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. هنا يلقب المسيح أنه كلمة الحياة. في الإنجيل المسيح هو كلمة الله، كلمة الله المعلن عن الله، كلمة الحياة في الرسالة المعلن عن الحياة. عشان كده الآية الثانية مباشرة يقول فإن الحياة أظهرت. أدي التجسد، الحياة موجودة سابقا مخفاة غير معلنة، لم يستطع ولا نبي من الأنبياء أن يعلن عن هذه الحياة. إيه اللي حصل في التجسد؟ أظهرت هذه الحياة. في الإنجيل يوحنا يقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. في الرسالة يقول فإن الحياة أظهرت وقد رأينا، وبدل رأينا نشهد لأن اللي يشوف يقدر يشهد طبعا. قد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. عش كده التاني سبب للتجسد إظهار ما يسمى الحياة الأبدية. ودي نقطة في غاية من الأهمية يا أسيس نزار. ليه؟ لأنه وإحنا ماشيين في الشوارع، وإحنا ماشيين في الحدائق، أو إحنا راكبين مركب في البحر، إحنا بنتفرج على أنواع حياة. يعني وانا ماشي في الحدائق بتفرج على شجر حي، في حياة اسمها الحياة النباتية. لو شفت حيوان معدي ده برضو حي، بس دي نوعية حياة مختلفة اسمها الحياة الحيوانية. طب لو شفت انسان معدي ده نوع ثالث من الحياة اسمها الحياة الإنسانية. والحياة النباتية غير الحيوانية غير الإنسانية. عشان كده ما فيش أي علاقة بين التلاتة. يعني مثلا ما يقدرش حيوان يحكي مع شجرة، ممكن حيوان وحيوان يتفاهموا، ما يقدرش إنسان يحكي مع حيوان ما يفهموش. يعني لو حب إنسان يروح البيت يقول افترض عنده كلب في البيت، فلو أنا متضايق الكلب ممكن يشعر بيا، لكن لو حبيت أقول له المدير بتاعي مضايقني ما يفهمنيش. ليه؟ لأن نوع حياة مختلف. طب لو شفت المسيح معدي ماشي حي برضو، بس إيه نوعية حياته؟ فيه نوع حياة لم نراه سابقا اسمها الحياة الأبدية. فالحياة الأبدية دي مش مقصود بها أن أحيا إلى الأبد، لا، لكن مقصود بها نوعية حياة هي ذات حياة الله. الله حي، ما نوعية حياته؟ هي حياة اسمها الحياة الأبدية، لأن لا أحد آخر غير الله يمتلك هذه الحياة. أعلنت هذه الحياة في التجسد. ليه؟ لأن الله من فرط حبه لينا منحنا نفس هذه الحياة. كل نفس تتوب وترجع للمسيح تنال هذه الحياة في صيغة الحاضر مش بالمستقبل، لا، الآن. فبدل ما بتسري فيا فقط حياة إنسانية قابلة للموت، تسري فيا الآن حياة إنسانية، وتسري فيا الآن الحياة الأبدية. وبالتالي أصبح حاجة جميلة أخي نزار، إيه؟ إنه أنا أصبحت مع الله، ليا نفس نوعية حياته، فيصبح في شركة بيني وبينه، علاقة بيني وبينه. وده اللي بيكمله في رسالة يوحنا. نعم. Yeah. نعم، عشان كده وراها على طول بيتكلم عن الشركة. أنا وحضرتك يعني قبل التسجيل قاعدين نشرب حاجة مع بعض، في شركة بنتفاهم مع بعض. ليه؟ لأن فينا نفس نوعية الحياة. لو أنا والله قاعدين مع بعض ما أقدرش أفهمه إلا لو تسري فيا حياته. لما تسري فيا حياته تنتقل إلي حاجة تاني اسمها طبيعته، فنصير شركاء الطبيعة الإلهية، فأصير أنا والله من نفس نوع الحياة، فيصبح بيني وبينه شركة. فالله لما يتكلم أقدر أفهمه، لما يحب يفتح قلبه ويحكي معايا أقدر أفهمه. إزاي أصبحت أنا الإنسان المخلوق الناقص الضعيف الساقط الترابي أقعد مع الله العظيم ويكلمني وأفهمه؟ إزاي؟
دي نعمة مهولة اسمها الحياة الأبدية. إنجيل يوحنا يقول لي هذه الحياة معلنة في المسيح. نعم. فلما المسيح جه عاش على الأرض بدأوا الناس يتفرجوا على نوعية حياة لم نراها سابقا. ما احنا شفنا موسى بس ما شفناش فيه الحياة الأبدية. ما احنا شفنا إيليا وشفنا إليشع وشفنا دانيال وشفنا أعظم القديسين والأنبياء، لكننا لم نرى الحياة الأبدية، رأينا حياة إنسانية. والمسيح أعلن عن ذاته، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة. فيه كانت الحياة. في رسالة يوحنا فإن الحياة أظهرت. إيه اللي بيحصل؟ ليه تجسدت؟ أنا عايز أعلن لكم عن الحياة. طب ليه؟ عشان عايزكم بالإيمان تنالوا هذه الحياة فيصبح فيه شركة. كوينونيو. بنعمل حاجة واحدة مع بعض. نمشي معا. نحكي معا. إزاي؟ ده أنت ابن الله وأنا إنسان ساقط. بمنحي هذه الحياة الأبدية قدرت أمشي معاه وأسمعه وأفهمه. وطبعا ده يعني الـ 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 السبب أنه كتير ناس ما بيفهمونا لما بنتكلم عن الموضوع، لأنه ده إعلان. نعم. إعلان إلهي، وبنفس الوقت هو إيمان وقبول من الشخص. يعني الذي يؤمن بالابن له حياة. نعم. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. يعني في نقلة، في شيء تغير. نعم. في حياة الإنسان. وعشان كده الحياة مرتبطة بالنور. عشان كده إنجيل يوحنا بمجرد ما يتكلم عن المسيح إن فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والموت مرتبط بالظلمة، والظلمة مرتبطة بالجهل والعمى وعدم الرؤية. عشان كده أي نفس ما زالت في خطاياها، أي ما زالت في الموت، لا تستطيع أن تفهم ولا ترى ما نقوله. كيف يستطيع لميت أن يفهم الحياة؟ طيب احنا راح نكمل في موضوعنا أخ سامح، وبحب أعطي فرصة للمشاهدين، يمكن أثار هذا الموضوع تساؤل في ذهنك. أنا بشجعك إذا عندك أي سؤال، أي مداخلة، فيك تتواصل كمان عن طريق السكايب، وفيك تبعت بأسئلتك عن طريق الفيسبوك أو تفوت على النت، ومنحب نسمع منك، وبكل سرور رح نرد على تساؤلتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي المشاهدين، مرة أخرى أنتم تشاهدون ليكن نور، وحديثنا في هذه الحلقة عن أسباب التجسد، ومعي في الاستوديو دكتور سامح عزيز. أهلا وسهلا دكتور. تكلمنا عن مفهوم التجسد، وحكيت عن الأسباب، أنه المسيح الكلمة يعلن عن الله. نعم. والمسيح يعلن لنا الحياة الأبدية. نعم. هذه الأمر كان موجود. نعم. لكن كان مخفي عن عينينا. نعم. بمجيء المسيح وضح، أعلن، كشف. نعم. أظهر. نعم. والشهادة التلاميذ اقتباسك من رسالة يوحنا بيتكلم عن شيء كان غير ملموس، غير محسوس، غير مرئي. نعم. أصبح ملموس ومرئي. نعم. أمام عيونا. نعم. شو الرسالة اللي يعني بعد هذا الإعلان اللي ممكن تستمر في موضوع أسباب التجسد؟ نقدر نقول سبب تاني من أسباب التجسد إنه بسبب سقوط الإنسان. دخل إلى البشرية أبشع عدوين للبشر. الخطية والموت. روميا 5:12. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت. والخطية دخلت
ولم تظل ضيفا مؤدبا لكنها ملكت واستشرت وسادت، فحولت الجنس البشري اللي الله خلقه حر صاحب سلطة، حولت البشر إلى عبيد. وطبعا المسؤول هو الإنسان. سبب كل هذه المصيبة، نقول بملء الفم، دي مصيبة كارثة سببها إنسان. يعني وضح شوي أكثر. والخطية طبعا امتلكت، لكن هاي الخطية ابتدأت، كان لها بداية. نعم، احنا بنتكلم عن التكوين، سفر التكوين. نعم، خطية آدم وحواء. نعم، لما آدم سقط وعصى الله فهو اختار أن يدخل مبدأ العصيان والتمرد ضد الله في نفسه وبالتالي في كل جنسه. بنسميها الخطية المحسوبة. يعني يا أخي نزار، حضرتك الجد جنسيته إيه؟ جد حضرتك نعم. الجنسية بتاعته فلسطينية. فلسطيني، مش كده؟ هل جدك هاجر إلى كندا؟ لا لا. طب حضرتك ليه اتولدت في فلسطين؟ ليه؟ لأنه جدي وأبوي فلسطيني. فلسطيني. ولادك ليه هيتولدوا كنديين؟ عشان حضرتك خدت قرار. نعم. فالقرار اللي خدته مش بس أثر فيك، لكن هيؤثر في مين؟ في كل النسل. نفس القصة، آدم لما سقط ما كانش قرار يؤثر فيه بس، يؤثر في كل صلبه، في كل نسله. فهو اختار أن يدخل مبدأ التمرد والعصيان ضد الله. يعني الشاعر بيقول يعني هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. يعني السؤال دايما إيش معنى أنه أنا أدفع، ليه أكون مذنب أدفع مشكلة أبوي أو جدي، أو بالنسبة لنا ندفع مشكلة آدم. أنا دايما برد برد منطقة على الحكاية دي، أقول لك لو باباك ساب لك مليون دولار ميراث تاخدهم ولا لأ؟ أخدهم. تاخدهم، مش كده؟ احتمال تقتله. لا لا أقتله لأ طبعا. طب لو باباك ساب لك مليون دولار ديون تاخدهم ولا لأ؟ أتورط فيهم. مش كده؟ حابب تاخد الأولى ومش حابب تاخد التانية، مع أنك هتاخد الأولى وتاخد التانية ليه؟ لأنت نسله. فنفس القصة، للأسف للأسف جدنا الكبير آدم لم يترك لنا ميراثا ثروات، لكن ترك لنا مديونية. لكن دي مشكلة مصرية، مش بس يعني مشكلة دين. نعم نعم، دي حقيقة. دي حقيقة. وعشان كده آدم أدخل إلى العائلة البشرية أبشع عدوين، الخطية. الله لم يريد دخول الخطية. نعم. ولا يريد الموت. الله يكره الخطية ويكره الموت، ضد طبيعته. الله قدوس يكره الخطية. الله إله حي، إله الحياة، يحب الحياة. المسيح لما جه عاش في الأرض أظهر الخاصيتين دول، القداسة والحياة، وشن حربا مهولة ضد الخطية والموت وانتصر. عشان كده لما آدم أدخل هذين العدوين، الخطية والموت، اكتازت الخطية إلى كل الجنس وملكت، فحولت البشر إلى عبيد. لا يستطيع أحد أن يقاوم الخطية، الشر. رقم اتنين، أدخل الموت. لا يمكن أن تفلت نفس من هذا العدو القاسي. لابد أنه يطرق أبوابنا جميعا. نعم. لابد، لأنه ده وهذا والسبب آدم. أحد أسباب التجسد، الله أرسل ابنه الوحيد متجسدا. ليه؟ الوحيد اللي يقدر يقاوم الخطية والموت. فاتولد إنسان وعاش في العالم إنسان ونمى كإنسان وعمل أمر مهول، قهر الخطية وقهر الموت في حياته. لكن في حياته مش في موته. هو جاء كإنسان لكن ما عندوش الطبيعة الخطاءة مثلنا. نعم نعم. ما عندوش الطبيعة الخطاءة مثلنا. ولما عرض عليه الشر رفض. أنا عايز أقول إن آدم لما الله خلقه ما كانش فيه الطبيعة الخطاءة. لما عرض عليه الشر قبل. المسيح نما في وسط هذا العالم ليست فيه الطبيعة الخطاءة، مش كده؟ نعم. لا، عرض عليه الشر، ماله؟
لكن انتصر، رفض. وعايز أقول حاجة مرتبطة بإخلاء المسيح، اتكلمنا في حلقة سابقة عن الإخلاء بس مش في كل النواحي. أنا عايز أقول نقطة، إن المسيح لم يستعن بإمكانياته اللاهوتية في مقاومة الخطية. وضحها شوي أكتر. يعني المسيح هو الله، الله الإنسان. الله الإنسان. ممكن واحد يظن يقول إيه، طبعا ما المسيح هيغلب الخطية قدرة. لأنه عنده قدرة، لأنه هو الله. لا، لازم نفهم حاجة، إن بسبب إخلاءه لم يستعن بإمكانياته اللاهوتية لمصلحة نفسه. فإذا سمح لنفسه يكون محدود نوعا ما في إنسانيته. في إنسانيته محدود، في ألوهيته غير محدود. وبالتالي لم يستعن. يعني مثال يا أسيس نزار، لو عرض علي الشر النهاردة، أنا كإنسان ما عنديش إمكانيات لاهوتية، أنا مش الله، أنا إنسان، مش كده؟ فما عنديش أي إمكانيات لاهوتية لأستعين بها لمقاومة الشر. المسيح عاش كده، عنده الإمكانيات اللاهوتية لكنه لم يعتمد عليها، لم يستعن بها لمقاومة الشر. قاوم الشر كإنسان يحب إلهه ويكرمه ويتقيه. عشان كده قيل عن المسيح كإنسان إنه تقي. قيل عنه ثلاث مرات إنه تقي. هقول مثال زي يوسف. مرات فوتيفار عرضت عليه الشر. رفض. المسيح رفض. المسيح رفض. آدم قبل. فلما آدم قبل أدخل العدوين دول، الخطية والموت، أذلوا كل البشر. الخطية أتحدى، ونتحدى جميعا، إنسانا عاش في هذه الأرض قدر يقف في مواجهة الخطية. ولما بتذكر كلمة الخطية أخ سامح، احنا مش بتكلم على شوية خطايا اللي بتيجي في ذهننا ومنعدها، لكن احنا بنتكلم عن شيء بيستشر بيتفشى في حياة الإنسان اللي هي ضد طبيعة الله. نعم، بقدر أقول إنه مبدأ أدبي أو قوة أدبية. لما بص للكهرباء قوة، باور، بس قوة فيزيكال. نعم، مش كده؟ لو بصيت للهيروين والمخدرات قوة، بس قوة فيزيكال. نعم، الخطية قوة، بس قوة أدبية، قوة روحية. أذلت الإنسانية، استعبدت الإنسان، أجبرت الإنسان على الاستمرار في الشر. ليه بتاع المخدرات مش قادر يوقف؟ ليه بتاع الزنا مش قادر يوقف؟ ليه بتاع الحلفان مش قادر يوقف؟ ليه بتاع الكذب؟ وليه القاتل؟ وليه 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 وليه؟ ليه؟ أذلت البشر، عدو. رقم حاجة، هذا العدو اللي هو الخطية جلب العدو الآخر، الموت. ليه بنموت؟ نتائج الخطية. أحد أسباب التجسد، أخيرا الله أرسل ابنه متجسدا. ليه؟ في كل حياته قاوم الخطية وانتصر عليها انتصارا مهولا مطلقا. وقف المسيح، ومحدش يقدر يقول المسيح أخطأ. محدش يقدر يقول، القدوس الكامل. وعايز أقول أن القدوس الكامل بدون الاستعانة بإمكانياته اللاهوتية، أي بإخلاصه وإصراره ومثابرته وجهاده الروحي. يعني هو كمان نجح بمقاومة مش تجربة، كل التجارب. يعني حتى أسكت الشيطان عندما جربه. وكمان الكتاب يتكلم عن هوية يسوع، عن شخصيته، أنه كان مجربا في كل شيء. طبعا ما عدا الخطية، أنه كان يعني مش في معركة، في كل معارك التجارب هو انتصر. نعم، خلينا نقول أن دايما التجارب لها مصدرين، لإما تجارب نابعة من داخلنا، لإما تجارب جاية من الخارج. المسيح لم يجرب بالتجارب النابعة من الداخل لأن ليس فيه الشر. طب ما آدم ما كانش فيه الشر. آدم كان مخلوق بلا خطية، مش كده؟ فجرب من التجارب الخارجية، الضغوط الخارجية، سقط. المسيح نما كإنسان لم يكن فيه طبيعة الخطية الداخلية، هو قال كده، مش كده؟ والكتاب قال كده، وكلنا نؤمن بكده، أنه قدوس. تمام، لكن عرض عليه الشر من الخارج، رفض، وبدون الاستعادة بإمكانياته اللاهوتية، بدون الاعتماد على إمكانياته. وبعد كده فقهر الخطية، بعد كده قهر الموت. قهر الموت. فتيجي فتاة ماتت يقيمها، شاب مات ودفن وفي كفنه، متجه إلى القبر يقيمه، رجل مات وأنتن يقيمه. إيه ده؟ إحنا أخيرا قدام واحد بيعمل إيه؟ بيقهر الخطية والموت في حياته. راح مات على الصليب ليه؟
عشان يقهر الخطيئة والموت لصالحنا ولفائدتنا احنا. لأنه لو كان عاش في الأرض وقهر الخطيئة والموت ورجع إلى السماء من حيث أتى بدون الموت والقيامة يرجع هو الوحيد المنتصر ونحن نظل عبيد الخطيئة والموت. وهي الفكرة اللي انت ذكرتها انه جاء حتى يعلن عن الله، يعلن الحياة الأبدية التي أظهرت من خلال شخصه ومن خلال عمله. نعم وبالتالي لما ذهب إلى الصليب قهر الخطيئة والموت لكل من يؤمن به. فحضرتك أمنت وأنا أمنت وملايين الناس في كل عالم أمنوا، حصلت حاجة مهولة في حياتنا يا أسيس. إيه؟ إحنا اللي كنا مستعبدين للخطيئة مالنا؟ صرنا أحرار. صرنا أحرار. إزاي لنا الحرية دي؟ نقلناها عن طريق المسيح اللي قهر الخطيئة والموت في موته وقيامته، فبالتالي عمل حاجة مهولة. وده السبب الرابع للتجسد. إيه؟ الاتحاد بنا. هو تجسد ليتحد. ليتحد. الآية دي حابب أقراها. تفضل. في عبرانيين 2 يقولها مرتين. يقول فإذ قد تشارك عبرانيين 2:14. فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. ده جاي يتحد بينا. لكي يبيد بالموت، أي بموته. ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. وده الهدف الخامس. في عدو. أنا دايما يا أسيس نزار أقول بلطجي دخل إلى هذا العالم. هذا العالم ليس ملك الإبليس. ده ملك لله. في رسالة يوحنا بيتكلم أنه ظهر ابن الله لينقض أعمال إبليس. وده خامس هدف للتجسد. هذا البلطجي اللي دخل إلى العالم وأذل البشرية وسيطر عليها بإرادتها، هم اللي أسلموا السلطة. فجاي بيده، ويحررنا منه. في كلوسي 1 الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محدي. فهو جاي ينقذ كل من يصرخ. وده أحد أهداف التجسد. الآية الثانية في عدد 17، من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء. اشترك. فهو جاي يتحد بنا. لماذا تجسد؟ ليتحد. فلما اتحد بنا عمل معنا حاجة مهمة قوي. راح للصليب، صلبنا معاه، مات، صلبنا معاه. دي موجودة في رومية 6 وغلطية 2. مات عالمين أن إنساناً العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. إيه ده؟ اتحدنا به في الصلب. طب مات، متنا معه. دفننا معه بالمعمودية. الله أحيانا معه، أقامنا معه، أجلسه في السماويات، أجلسنا معه في السماويات. في أفسس 2 الكلام ده. في كولوسي 3 هو مستترين معه، سيظهر نظهر معه، سيملك هنملك معه، سيرث سنرث معه، سيتمجد نتمجد معه، يتألم الآن نتألم معه. هو إيه اللي حصل؟ 11 مرة معه. حصل أحد أهداف التجسد المهولة، اتحدنا به. يعني اللي عاوز أقول إنه في آدم، نرجع لآدم. إنه مش بس إحنا بنتكلم عن خطية آدم. إحنا أخطأنا في آدم. وتورثناها. وفي المسيح إحنا امتلكنا الحياة. اتحدنا بالمسيح وامتلكنا الحياة في آدم الأخير اللي هو يسوع المسيح. عشان كده ده أحد أهداف التجسد. ده رقم 6. أوكي. إيه؟ تفضلنا. مش الله خلق خليقة بدأها برأس اللي هو آدم. لما سقطت الله قال أنا هبدأ خليقة تاني. عيلة تاني. طب هيبدأها بمين؟ برأس برضو المسيح. عشان كده أحد أهداف التجسد تأسيس الخليقة الجديدة. فالله لما بدأ الخليقة القديمة البشرية بدأها بآدم، فآدم جر الخليقة كلها إلى الخطية والموت، إلى الدمار. الله ساب الخليقة دي زي ما هي. حاول في العهد القديم كل المحاولات للإصلاح، ولا ينفع الإصلاح في الإنسان. أحلى الدول وأرقى الدول يا أسيس لو اتزالت قبضة الحكومات اللي فيها، اللي يحصل فيها فوضى، الفوضى والشر.
مش كده؟ نعم. هو ده طابع البشر بسبب الخطيئة والموت، طابع الشيطان، طابع الشيطان. نعم تمام. الله رح بدأ خليقة جديدة، فعشان يبدأ خليقة جديدة رح جاب لنا رأس جديد. نعم. عشان كده أحد أهداف التجسد أن المسيح يصير رأس الخليقة الجديدة. الخليقة القديمة ترابية الصنف، لأن رأس الخليقة صنف ترابي. تمام. الخليقة الجديدة سماوية الصنف، لأن رأس الخليقة سماوي. فعشان كده العالم كله عبارة عن عائلتين، عائلة ترابية، عائلة سماوية، عائلة رأسها آدم، عائلة رأسها المسيح، عائلة مستعبدة تحت الخطية والموت، عائلة حرة من الخطية والموت. وإحنا بنتكلم عن آدم بغض النظر شو الخلفيات الديانات، كله يعني تحت صنف واحد، كلنا عائلة واحدة. لأن يعني لينا أب واحد كلنا جينا منه، آدم الجد الكبير. تمام. فعشان كده مهما كان صنف البشر، مهما كانت ديانته، لأنه من عائلة آدم، كل إنسان بيسمعنا عارف أنه هو مستعبد تحت الخطية والموت. لكن إحنا الرب تبنانا، يعني هاي الفكرة التبني. نعم. في العهد الجديد وصرنا عائلة، عائلة الله. نعم. إيه اللي حصل؟ قدامي أدي عائلة مزلولة مستعبدة تحت الشر، وعندي عائلة تاني. وكل إنسان يختار. كل شخص اتزل من الخطية والموت عايز يختار ينتقل إلى العائلة الجديدة، العائلة السماوية. إيه اللي يحصل لما انتقل ليها؟ أنا خرجت خارج دائرة الخطية والموت. ليس للخطية أو الموت سلطة. أنا عاوز أسألك كيف هذا الموضوع، بس خليني أخذ فاصل قصير أعطي فرصة لكل مشاهد. يعني بتمنى وبصلي من كل قلب أنه هذا الحديث بركة لحياتك، وأنه وضح شيء يمكن أنت عم تتساءل فيه في داخلك. بصلي أنه فعلا من كل قلب أنه الرب يعلن لك عن هذا الأمر. قال يسوع: إن أراد الإبن اللي هو كلمة الله أن يعلن لك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي المشاهدين، مرة تانية أنتم تشاهدون ليكن نور، وحديثنا في هذه الحلقة مع الدكتور سامح عزيز عن أسباب التجسد. خلينا في، يعني يمكن عندنا 10-15 دقيقة أخ سامح، اللي أنت ذكرت يعني نقاط كتير مهمة عن أسباب التجسد، منها إعلان عن الله. نعم. إعلان الحياة الأبدية. نعم. تكلمت عن تنفيذ مقاصد الله، تكلمت عن أنه جاء المسيح ليبيد أو يحل أكبر مشكلتين، مشكلة الخطية ومشكلة الموت. نعم. وبعدين تكلمت عن المسيح كرأس للخليقة الجديدة. نعم. بعد هذه الإعلانات، يعني شو الرسالة اللي إحنا بدنا نتعلمها من خلال فكرة التجسد اللي البعض بيسميه سر التجسد، واحد من أسرار الإلهية؟ نعم. خبر صار لكل إنسان التجسد ده، الخبر الصار لكل إنسان على هذه الأرض. إيه؟ تعالى ارتبط بالمسيح. نعم. زي ما أنت اتولدت لقيت نفسك في العيلة البشرية، فبنسميها الولادة الأولى. قدامك عرض اسمه الولادة الثانية. نعم. عشان تتولد في عيلة تاني. فبالولادة الأولى أنا لقيت نفسي من عيلة آدم، وبتورث المصايب والكوارث جدي ساب لي مديونية. جدي ساب لي مديونية، أنا ملزم لأني من نسله أن أنا أحمل المديونية. بالإضافة أن أنا نفسي حابب الخطية. يعني ما تقوليش أن في إنسان
مسكين يعني اتولد في الأرض ولم يخطئ فبيعاني أنه ظلم أنه ارتبط بنسل آدم. لا طب كل إنسان إلى الآن قدامه الحرية، عشان كده الإنسان مش هيحاسب على خطيئة آدم. لا، الإنسان لا يحاسب على خطيئة آدم، الإنسان يحاسب على خطاياه الفعلية. تمام. لكن بنقول لهذا الإنسان، الله في عيلة أخرى، الله عرض عليك خبر مهول، خبر صار. في عائلة أخرى رأسها المسيح، تعالى ارتبط بالمسيح، وزي ما أنت بالولادة الأولى اتولدت في العائلة البشرية لقيت نفسك مديون، تعالى تولد الولادة الثانية هتلاقي نفسك وارث مش مديون. في العائلة الثانية دي تتولد وارث. يعني بمجرد ما يتقابل مع المسيح ويتوب ويرجع للمسيح ويقول له يا يسوع ارحمني من قلبه، هذه الصرخة من قلبه، بينال الولادة الجديدة وفورا بيرث. لكن جاء المسيح ليعالج مشكلة الخطية، الخطية من أصلها، من آدم، من جذورها اللي تورثناها، يعني لأنه ما في إنسان ممكن يفلت منها. نعم. ولأنه إحنا يعني إحنا خطاة، لأنه خلاص يعني طبيعتنا خطاء من آدم، يعني زي الدي إن إيه، خلاص هذا موجود فينا في طبعاً كياننا. طبعا ده موجود في كياننا. في أفسس 2 يقول وكنا بالطبيعة أبناء الغضب. كالبقينا بالطبيعة، يعني دي حاجة طبيعية في كل إنسان، إنه ما في إنسان بيعلن براءته أمام الله، يعني كل إنسان ما بيفلت من قبضة الخطية، المتبجحين فقط يقولوا كده. لكن واقع حياتهم العملية بيبرهن إنهم أشرار. محدش يقدر يقول أنا مغلطش، محدش. طيب طالما إحنا بنتكلم عن ميديا، يعني إحنا الخدمة تبعتنا ميديا. نعم. خدنا في السيناريو من بداية حديثك للهدف الأكمل لخطة الله من خلال يسوع المسيح، من خلال التجسد. من خلال التجسد الله بيعرض على الإنسان هذا العرض السار الجميل. تعالى انتقل من العائلة البشرية إلى العائلة السماوية. تعالى انتقل من الارتباط بآدم والاتحاد بآدم، تعالى انتقل إلى الاتحاد بالمسيح، تعالى انتقل من الاتحاد بالترابي إلى الاتحاد بالسماوي، تعالى انتقل من عائلة تحت سيطرة الخطية والموت إلى عائلة حرة من الخطية والموت، تعالى انتقل من عائلة تعيش في النجاسة والشر والقتل والدعارة إلى عائلة تحيا الجو السماوي على الأرض، تحيا القداسة على الأرض، تحيا النصرة على الأرض. ده عرض الله. طب ده أنا عاوز، لكن أسأل كيف. كيف؟ رقم 1، إذا أدركت أن أنا شرير، إذا أدركت أن أنا خاطي، إذا خدت البالي أن أنا برتكب الخطية، ولا شك أن كل إنسان أدرك بهذا الأمر، لا أشك أن في إنسان ما أدركش، أكيد كل الناس أدركوا بسبب الكتاب بيتكلم أنه الإنسان محكوم عليه. نعم. وبصراحة بسبب العقل والضمير. كم واحد عايش في الأرض ضميره مرتاح؟ لا يمكن، إلا إذا كان بيكابر وإذا كان بيتبجح فقط. لكن كل إنسان صادق مع نفسه ضميره تعبان بسبب الشر، ولا شك أن في أناس كتير حاولوا يبطلوا الخطية وأخذوا عهود على نفسهم وقدروش، واتبعوا كل التعليمات الدينية اللي هم فيها مهما كانت الديانة وما قدروش، لأنه لا يمكن، لأنه لا يوجد مخلص. ما عندوش مخلص، فهو بيجاهد بكل قواه ويتبع كل الطقوس الدينية بتاعته وفشل. بقول لكل إنسان فشل خبر صار. أصرخ من قلبك للمسيح، قل له يا يسوع يا ابن الله، إذا كنت مش بتؤمن أنه ابن الله معلش، قل له يا يسوع، يا يسوع ارحمني، ارحمني، ارحمني. أنا متأكد الكتاب قال والاختبار بيقول أنه هذا الشخص هينتقل من العيلة دي إلى العيلة دي فورا. فورا. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة، فهو خليقة جديدة. إن كان أحد في آدم فهو خليقة قديمة. نعم. بس الشرط طبعا أنه أنا لازم أتوب، أتوب عن خطايا، أقر، أعترف، أتوب وحط ثقتي وإيماني في الشخص اللي أجا من أجلي. أنا بغرق، مش محتاج تعليمات، لكن محتاج منقذ. نعم. لا يوجد منقذ في هذه المشكلة غير مخلص واحد بس. يعني إحنا لما نقدم المسيح للناس، إحنا دائما نتكلم عن الخلاص
أنه هو مبادرة إلهية حتى من البدء. يعني آدم أخطأ، نعم، لكن مبادرة الله أنه في ذبيحة، في نعم، يعني ألبسهما أقمصة من جلد، نعم. وفي ملء الزمان كمان جاء المسيح، وهذه مبادرة إلهية، نعم، أنه مش بس يتجسد ويعلن، لكن فعلا يتحد بنا لأنه نعم بحبنا، نعم، ولذته مع بني آدم، نعم. بس هذه المبادرة لا يمكن تجيب نتيجة معايا لو أنا رفضت. أنا رفض، أنا رفض. فكل إنسان رافض سيظل فيه خطاياه وسيودان عليها. لكن في كتير ناس فعلا عاوزة، دكتور سامح، أنه فعلا عاوزة تأخذ هذا القرار، نعم، لكن لسه مش عم تقدر تدرك الفكرة اللاهوت والناسوت. يعني احنا بنتكلم نعم عنها كمسيحيين، نعم، يمكن شيء يعني لغة عادية، لكن كتير من اللي بيشاهدونا يمكن صعب يستسغوها. فيعني ازاي نبسطها، مع انه هو اعلان، بس ازاي نبسط الاعلان؟ بمنتهى البساطة بنقول ان المسيح، واكيد هناخد حلقة كاملة في الموضوع ده، لكن نقول فكرة ببساطة، بنقول ان المسيح لا ينظر اليه من جهة واحدة، ينظر اليه من جهتين. Okay. مثال يا أسيس نزار، حضرتك وأنا، حضرتك أب وابن، معنى دول كلمتين متضادين. ممكن واحد يقول لا، ما هو يا أب يا ابن، yeah. لا، منطقيا حضرتك أب وابن، يبقى دول كم جهة؟ دول جهتين. من جهة علاقتك بوالدك حضرتك ابن، من جهة علاقتك بابنك أب، أنت أب. فنفس الفكرة، المسيح هو الله الإنسان، يبقى ينظر إليه من جهتين مش من جهة واحدة. لأن الناس متلخبطة في المسيح، confused، مشوشين. ليه؟ لأنه عايزين يشوفوه من جهة واحدة. الآيات اللي بنشوف أبي أعظم مني، وبتعرف نعم جئت لا لأفعل مشيئتي بالمشيئة الذي أرسلني، يعني بتتكلم أو كلام المسيح كأنه عم بعبر نفسه وجاء لشيء يعني أعظم. صح، يبقى دي جهة. لكن في آيات تاني بتقول أنا والأب واحد، نعم، وأبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، فهو معدل للأب. نعم. دي جهة أخرى. الفكرة إن الجهتين موجودتين، فلازم الإنسان اللي بيقرأ كلمة الله يكون مخلص آه في اكتشاف الحقيقة. عشان كده هقرأ شاهد واحد بس، فضل، في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، الأصحاح الأول عدد 3 وعدد 4، بيتكلم صراحة عن الجهتين، تمام، عن المسيح، عن ابنه، عدد 3، الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، فهو ابن داود، نعم، من نسل داود، من جهة، وشاف الكتاب يحدد، من جهة الجسد، يعني من جهة إنسانيته، نعم، وتعين أي تبرهنة ابن الله بقوة، من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. فعشان كده عدد 4 بيقول لي ده تبرهن أنه ابن الله، عدد 3 بيقول لي ابن داود، عدد 4 بيقول لي ابن الله. هو ابن داود ولا ابن الله؟ الاثنين، دي جهة ودي جهة. أقول لك مثال، حضرتك لما بتقول أنا ليا سلطة، تعني علاقتك بوالدك ولا علاقتك بابنك؟ أكيد تعني علاقتك بابنك. نعم. طب لو حضرتك بتقول أنا خاضع، علاقتي بوالدي، أكيد تعني علاقتك بوالدك. مش كده؟ نفس القصة، المسيح ينظر إليه من جهتين، من جهة ألوهيته ومن جهة إنسانيته. كل اللي نظروا إليه من جهة واحدة حصل لهم بلبلة، والكتاب المقدس لا يعلمنا أن ينظر إليه من جهة واحدة. فلازم يكون كده زي الكاميرات اللي حوالينا، نعم، من كده دايمنشن، من كده بعد نشوف يسوع المسيح. وعش كده كتبت الأناجيل، كتبوا من أبعاد مختلفة، كل واحد ينظر من بعد، نعم. حط الأربع أبعاد بتوع الأناجيل، تيجي الصورة الكاملة، تيجي صورة كاملة. طب في الختام، أخ سامح، تكلمنا عن موضوع كتير كتير مهم ومشكور إنك بسطت الموضوع، لكن اللي بيشاهد واللي بيسمع، شو الخلاصة اللي ممكن نطلع منها في الختام؟ أقرأ آية واحدة من رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15 لملخص، فضل، للتجسد. كورنثوس الأولى 15:21، فأنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. عش كده عايز أقول لكل إنسان، جاء المسيح من السماء، أنت كان نفسك تشوف الله، أهو الله، تعالى. جاء المسيح من السماء عشان خاطر شايفنا مذلولين في مشكلة الخطيئة والموت، قهرهم في حياته وقهرهم لحسابنا في موته. عايز تقهر الخطيئة والموت، تعالى للمسيح.
جاء المسيح ليعلن عن مقاصد الآب. الآب عايز يتبناك، الابن عايز يرتبط بيك، الروح القدس عايز يسكن فيك. كل دي إعلان عن مقاصد الله مشروعة في رسالة أفسس. جاء المسيح ليبيد البلطجي اللي أذلك الشيطان. جاء المسيح ليظهر الحياة الأبدية، حياة الله، عشان خاطر يعطيك هذه الهدية الرائعة، عشان خاطر يصير شركة بينك وبين الله. الله البعيد عنك صار في متناول يدك. أتخيل سمعان الشيخ، تخيل سمعان الشيخ في يوم الأيام يمسك في يديه المسيح، فنقول له أنت عارف أنت ماسك مين بين إيديك؟ يقول آه الله المتجسد. لو سألنا المطوبة وهي بتحتضنه نقول لها أنت عارفة مين اللي في حضنك؟ تقول آه الله المتجسد. تخيل الله المتجسد بقي في متناول الإنسان. ما يقدرش الإنسان بعد كده يقول الله فينه؟ بعيد. طب الله عمل، الله أعلن وأكمل كل شيء، شو دور الإنسان في الموضوع؟ أما كل الذين قبلوه، في ناس بتقبل، في ناس بترفض، في ناس بترفض بعناد، في ناس بترفض بجهل. والآية اللي قبلها بتقول إلى خصته جاء وخصته لم تقبله. أما كل الذين قبلوا، الأمر ببساطة أن النفس اللي عندها أشواق أنها تخلص ترفع قلبها لله وتقول له يا الله نور عيني عشان أرى. وأنا متأكد أن مع كل مخلص، الاختبار بيقول والكتاب بيقول، مع كل مخلص الله ينير العينين ليرى الحقيقة واضحة. وهيبان في حياته، في برهان بيبان في حياتنا يا قسيس نزار، ان فجأة تلاقي الانسان اللي بيرتكب خطايا توقف عن فعل الخطية وبدأ يعيش القداسة. ازاي اللي حصل؟ اللي كان قاتل، اللي كان بيسرق اتغير، واللي كان زاني اتغير. ما سبب التغيير؟ نوال الحياة الجديدة والزرع الجديد ولا؟ نعم. شكرا جزيلا أخ سامح، ورح يكون لنا فرصة تاني في حلقة أخرى معك. ربنا يباركك ويبارك خدمتك، وشكرا على وجودك معنا في هذا الحلقة. شكرا. حبائي، تكلمنا عن أسباب التجسد. يعني تصور أنه الله عم بيعلن محبته لإلك من خلال كل الحديث اللي سمعناه. أستطيع أن أستشف أنه الله بحبني وبحبني شخصيا، ونتصور كلفت. يعني الله مش محتاج يتجسد، اللي بيسألوا ليه الله بيتجسد، الله مش محتاج ولا بحاجة، لكن لأنه الله بحبك والله لذته معك، عاوز يعني يكون في شركة، في علاقة، في لذة مع الإنسان، والله عاوز يصنع منا خليقة جديدة. احنا سمعنا أما كل الذين قبلوه، عارف أنت لما بتصلي بتقوله يا رب ارحمني، أنا بتوب عن خطيتي، وأنا اليوم بصمم أنه أتبع يسوع، أقبل يسوع يكون مخلصي وأتوج رب على حياتي. وإذا أنت ذكرت هالكلمات ببساطة، الله بيسمع وبيباركك فيه. الرب يكون معك.